بعد روح يا شباب شاركونا البيت مسلمين. ايه ايه بس لمن نروح؟ ها؟ لمن نروح؟ ما ادري. شباب شاركونا البيت يا ولد. اسف انطفئ. شباب شاركونا البث والله ما ادري راح البيت راح من وديكم شاركونا اياهم لك ها وين عبت السياره مكانها؟ اي هذا لا والله لا لا لباتهم والله الا كسر لي دوريه ما طولهم كسروا السياره شباب شاركونا البث رحم الله لوالديكم شاركوا البث يا ولد هذول سن من نجف هذول سن من نجف وعلي ثيابه كفو علي كفو مو ثوار ضيم مو ثوار ضيم قلنا احنا نريد تصعيد مناطق تصعيد مناطق كل واحد هو هاي كل من منطقته هاي جاي هسه شباب شاركونا البث رحم الله والديكم شباب اخوتي شاركونا البث شاركونا البث يا وليد هذول زين من نجف هذول الدفانه هذول زين من نجف عمي ابطال النجف ذولي شارك البث شارك البث اي والله شوفون الفساد شاركوا البث شاركوا البث يا وليد خلي يشوفون خلي تشوف الوادي من تقول ماكو قمع هذا القمع جاي يصير بحضنا بحق ثوار النجف شباب شاركونا البث بلا زحمة عليكم يا ولد يا ولد شاركونا البث رحم الله وديكم هذا واحد وقع شوفوه هذا احد الثوار هسه وقع هذا احد الثوار وقع مثل ودي ودي للتقاطع مع الحنون ها شوف هذا القمع بحق المتظاهرين ليش؟ ليش انت ليش؟ ليش بحق المتظاهرين ليش؟ ليش؟ ليش القمع بحق المتظاهرين ليش؟ شباب شاركونا البث يا وليد هذول سن من نجف هذول سن من نجف شاركونا البث يا وليد شاركونا بعد روحي حي الله سن من نجف بويه شاركوا البث لك هلا اقرب مو تقول بعد ما اطلع تصعيد ايش عندك جاي لو هاي هي لبرادي الثورة وترن الناصرية هاي من أرض النجف من أرض حادر علي الكرار هاي لأهل ذيقار كل الحب والاحترام مفتوح هذا الانترنت؟ اي لا ما مفتوح ولا ولا عباس شوفوا هسه ايش قد؟ ولا ما تعرف ولا كلبين انا وصل وانسى يا كلبين ونسيت والله كلبين؟ اي ابا حمقى ولك 13000 بعد روح شباب شاركونا البث يا وليد هذول هذول لابسين من نجف هذول سن من نجف هذول سن من نجف بوي شارك البيت يا وليد طالب بيل حق ما يطلع طالب بيل حق ما يطلع عقرة اكمش خلنا نلفن هذا بس خلنا نلفن شباب شارك البيت يا وليد لا عندي شاركه يا وليد لا لا وصلوها للناصري يا ابويا وصلوها للناصري شباب شباب شاركونا البث يا وليد
شاركونا البث يا ولد، رحم الله وجهكم. هاي ثوار النجف، هذول ابطال النجف. لك كمير شباب، شاركونا البث بلا زحمة عليكم يا ولد. هاي القمع جاي يصير بحق ثوار النجف. شباب شاركوا بالمجموعات، رحم الله وجهكم. شاركوا بكل المجموعات. شاركونا البث يا وليد، شاركونا البث بلا زحمة عليكم يا وليد، رحم الله وجهكم. سووا لنا بث، رحمة لوداكم، سووا لنا بث. هذا شباب شباب، ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ فيك ورقعك وحدة شباب، شاركونا البث. أمير أمير، شنو الفيلم؟ والعباس الضوء هو اللي يدفع من هادي زار. هذول مقصين شباب، شاركونا البث يا وليد، رحم ربكم. شاركونا البث بلا زحمه عليكم يا وليد. هاي ثوار النجف الابطال، هذول من الحيدر علي. والله لا حرج ولا حرج. ثاني المرتد العيناكم والله ما حتى لا لا الله يشوفك. الله يشوف مصر رسالة فيكم شباب، شاركونا البث بلا زحمة عليكم يا وليد، رحمة ربكم. شاركونا البث يا وليد. هاي ثوار النجف الأبطال، هاي زلم النجف. هذول زلم النجف ذولا. هذولاك القوات القمعية. شباب شاركونا البث. هاي بالنجف، بالنجف. هاي محافظة النجف العشرة. أبطال النجف ذولا عمي. زلم النجف. آمير. هذول زلم النجف عمي. شوف زلم النجف. شباب شاركونا البث بلا زحمة عليكم. أروح لكم فدوة، شاركونا البث يا وليد. زيودي الرحباوي بعد روح، زيودي بعد روح يا عمري. هاي ايه بالنجف، ايه بالنجف. هاي هذول أبطال النجف، ثوار النجف، وحق علي ما نتراجع. هاي بدينا من الظهرية وهسدنا الليل وما نتراجع. شباب شاركونا البث بلا زحمة عليكم. اللي تشوف المحافظات الجاي يصير في النجف. حسنين سيجارة، حسنين يعني شنو؟ شاب عمره 20 سنة ماكو سجاير بجيبه. هذول ثوار النجف يدعوا بروحهم. انت ماكو بيته اثنين ثلاثة اللوكيت ما يطلع منها. شباب شاركونا البث بلا زحمة عليكم. هذول ابطال النجف، ثوار النجف، زلم النجف. لك مدين، وين انت مدين؟ مدين جاي تشاهد البيت؟ مدين وين انت؟ هذول زلم النجف عمي، ثوار النجف الابطال. الداحل الداحل. في هو اسكار، هاك هاي يعطينا اسكار. شباب شاركونا البث.
ياك مدينة عون. أمير الكلابي وين بالنجف؟ شارع المدينة حبيبي. قريب على تقاطع حنون. شباب شاركوا لنا البيت. مدينة عون. ها. حلوة. ثوار النجف شفته 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 والشغب شفته ما عود طبوا على الشغب حلوه حلوه على العنقه عبطال والزهره يلا 2100 طلع ايه شباب شاركوا لنا البث يا وليد احمد دينكم شاركوا لنا البث يا وليد اه يلا يا ثوار عراق السلام عليكم السلام عليكم ثوار عراق شوف هذا التصعيد كله لعيون الناصريه ونروح فدوه جميع ثار للناصريه يا بعد روح سجودي لا طول طول ثاني على على واحد نتوارث للناصريه العراق الساعتين نحررها على ابن ابي طالب والامام علي لو اكو ثوار مثل الناصريه والنجف كانت حرر العراق من زمان بس هاي رساله اوجهها لو اكو ثوار مثل الناصريه والنجف كانت حرر العراق من زمان بعد رغم هاي رغم القميع والدخانيات والمسيل والفلفل والمدري شنو كله ثوار النجف صامدين من كبيرهم لصغيرهم حتى عمره 7 سنين وست سنين واقف هاي وياهم شوفون قدام عينكم حتى عمره 7 سنين موجود والست سنين شنو من شباب ذولا يعني شوف هذا قمع منا قمع منا قمع منا انا قمع منا كيف ورغم هاي ما متراجعين شوف شوف هذا تعور برجله شيله ها تعورت سبع 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 وحق على أبطال أبطال النجف لك مدين تعال شو وقت تجي مدين طاح حظك والله هذا حد الجرحى وقع هناك شوفوه هذا جريح وقع عندنا هذا جريح وقع هذا طاح شيله شيله شيلو 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 هذاك جريح شالو لك شنو هذا القمع شنو هاي بحق المتظاهرين ليش انت القمع ليش شباب شاركوا لنا البث يا وليد شاركوا لنا البث يا وليد رحمة لبيكم شاركوا لنا البيت دوار النجف الأبطال رغم القمع ورغم كل شيء ما مسحبين ها جاي تراجع الخط الأمامي يجي الخط الثاني على مود بس على ما يعالجون ارواحتهم من المسيل مال الدموع والغاز هاك شوف 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 هذا 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 شوف هذا احد المتظاهرين والله بطل هذا وحق لا اله الا الله شوف شوف يحكون عليه يقولون مخبل والله اشرف منهم بعد والله بطل مرتين وقع وشنا شوفه وبستوي ويا الثوار يطارد وانتو ناس نايمة جوا ببيوتكم يا ابن سماتكم عيب عليكم والله اصبر اصبر شباب شاركونا البث يا وليد رحم الوالديكم شاركونا البث يا وليد رحم الوالديكم شاركونا البث هنشوف هذا القاطع شباب شاركوا لنا البث يا وليد شارع المدينة يا حبيبي شارع المدينة اتقدم سيف كل هالولد جاي تتقدم والله ما عندنا واحد ما متقدم شباب شاركوا لنا البث يا وليد
احمد وادكم شاركوا. هذا مدين يقول جد السجاد انشيب. مدين. شباب شاركوا لنا البيت. شباب شاركوا لنا البيت يا وليد. هاي ثوار النجف الابطال. هاي ثوار النجف. والله ابطال النجف. هذا جد عم طابور كله بالباسكل. هاي هناك باعوه. ها هناك جار حمالنا اثنين. هاي هنا الطبابه مالتنا جاي نعالج بالوادم. شيلو هذا شوف. ابطال ابطال. هلا بعد روح اموري. شيلو شيلو شيلو. قواك الله. ثلاثه شالوهم. هاي ثوار النجف عم شاركونا البث يا وليد. رحمه لوالدكم الله ينصركم بعد قلبي كيان روحي. ابطال الله ينصركم. حي الله اهل النجف بعد روح ابو الانجليزي. تحيه مو بعد روح شباب. هاي من ارض حادر على الكرار من ارض النجف. هاي رساله الى جميع ثوار العراق. عمي اطلعوا ناصر اخوتكم. هاي عاد الجرحى شوف هاي كلها جاي توقع الشباب. ليش؟ ليش انت الشباب جاي توقع؟ ليش الشباب انت كلها جاي توقع؟ حسب الله ونعم الوكيل. بس هاي انقلتكم وياها. ذاك واحد وقع هناك. ليش انت؟ ليش؟ طلع نصر اخوتكم عمي. وين الشغب؟ الشغب دقيناه بالنعال. لفانا احنا دقيناه بالنعال الشغب والله. شباب شاركونا البث بالمجموعات بالجروبات. اللي تشوف الوادي. هذاك القاطيع. هذاك ربعنا ثوار النجف. بعد قلبي شباب. بردا وسلاما يا بعد روحي. علي يوسف عبود. السلام عليكم. عليكم السلام اغاتي. شباب شاركونا البث اخوتي. اه جميع شلون عيونك. عيونك شوف لك بيبسي. هسه وديته اي بيبسي عيونك. شباب شاركوا لنا البث يا ولي. لا 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 اكو بعد عندنا. وين جاكم الشرطه؟ يلا 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 خويا. وينو؟ اجى الدعم. اجى جو ثوار حي الشرطه. ها لا 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 ما يقدر يطلع ويانا. يعني جفون. بس شاركونا بس شاركونا يا ولد. المحلات انتم ما تطلعون جاراتكم بسبب الطاير ما تطلعون. والله على موتكم. والله على موتكم. والله على موتكم. احنا سلم محصلين. هاي وين بالنجف حبيبي بشارع المدينه. ولكن قدم خلينا نشوف. خادم مدير راح اتقدم لك ولا يهمك. صدق كذي. بعد قلبه يا عزيز العزاء وحبيبي رحم الله وديك. سرسرين مدفوعين مين مدفوعين؟ ابوك دافعنا مثلا من ما دافعنا ما تقول لي. هاي الابطال كاتلها الضيم والجوع طالع الطالب بحقها. تصيح مدفوعين ليش؟ لا 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 ل
شماعون كم جبنا بالكيلو؟ هواش لا شماعون جبنا ماعين تقريبا بين 800 الشيلة بين 800 ايه الكيلو ايه. الاعداد خير من الله والله خير من الله. انا بنا شباب شاركونا البيت ذولا قرابعنا على الخط الاول والعباس متقدمين بس الشغب الجبانه يشردون يشردون من عندنا يوم حتى على السطح صعدنا واجب اتحارب هاي وين بالنجف حبيبي بالنجف شباب شاركونا البث يا وليد رحم الله الوالدين شاركونا البث يا وليد جيبه 3800 الثاني فتحته شباب شاركونا البث يا وليد هاي ثوار النجف الابطال او عرق ها شلون صرت ها لا لا على باتهم ما يضربوك يلا يلا فدوه 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 هذا اصغر متظاهر ضربوه وعلي ما يتراجع شاغر نجف عمي شاغر دفاني شوفوا شباب الصغار ايش كبرهم شباب شاركونا البث رحم الله والديكم يا وليد احنا اهل النجف بعد روحي حجي سامي الشبلاوي شباب شاركونا البث يا وليد هاي بالنجف بالنجف لا عالقوها عالقوها شوفها شوفها عمره 6 سنين جاي يحرق هو علي يريد حقها شوف 5 سنين شنو ثوار عم اليوم الاحتمال ذولا بديهم التغيير يصير داعتكم بديهم التغيير بارك الله باهل النجف بعد روحي لك عم احنا ما رايدين شي والله ما رايدين بس رايدين كرامه رايدين نعيش بعيشه بيها حظ لك شي رايدين من عندكم بوقوا بس تطونا عمي لا تعوفونه لا تعوفون الفقير يعني الفقير ما عنده ايجار وما عنده فلوس يصرف والله حقكم بحثكم شاب حاجه ربع سجاير ما عنده حق مصايب دينه يلا هاك يعني شاب ايش كبره ما عنده فلوس سجاير لك ليش هيك عمي ما عندنا اشكال وياكم انتوا الاحزاب تبوقون بوقوا بس سطوا للشعب شعب مسكين شعب فقير كتلت جوع والله كتلت جوع ليش ليش هيك بس نقول الله اللي ينصرنا الله على الظالم والله الله على الظالم هم خذوا الحسين ما يخذونه والله هاي ثوار النجف دوله ثوار ها شنو رايح تدفن هاي بالكرك رايح راح يدفن 3000 شباب شاركونا البث قريب على الامام علي ايه قريب مو احنا قريب يعني شوي بعيدين عن الامام ماكو ديول ها ديول اكو طبعا اكو ديول شباب شاركونا البث بلا زحمه عليكم تحياتنا للديول ضغطهم ضغطهم عمي احنا نريد حقنا والله كل شيء مره نريد حقنا نريد حقنا عمي والله نريد حقنا عليك شنو؟ يعافيك تعال عزيز 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 تعال شباب شاركونا البيت هذول الدفانة هذول ابطال النجف شو تسمى النجف يا ولد شاركوا البيت شاركوا اي والله شاركوا يا ولد شاركوا شاركونا البيت من كبر لكم شي يصير بالناس لازم يصير بالنجف والناس اللي بالزين حبيبي حبيبي انت جاي تعلق تقول
موتوا العلم من الجوع. شو تقول؟ من قبل لفكم شو يصير بالناصرية لازم يصير بالنجف. شا احنا غير اخوي، شا احنا غير دم واحد، شا غير غيرتنا وحدة احنا واهل الناصرية. ها تقول بزبانة ما يشتريكم، لا يشترونا ويشترون ابو ابوك هم يعني من القبر يطلعوا ويشتروا. ايش حكي؟ ولك احنا اخوه، لكن النجف والناصريه غير رايه وحده. ابو حليق جاي تحكي تقول الناصريه ما يشتروكم؟ لا عم يشترونا واحنا اخوه ودم واحد. علي وياكم اهل النجف بعد روحي. شباب شاركوا البيت، شباب شاركوا لنا البيت، رحم الله والديكم. هذولاك وياهم الشغير. لك ها مرتضى، ها مرتضى وقف لعب، وقف لعب يا ولد. شوف ابو الشغب، ابو الشغب وقف لعب، وقف وقف. ليك ماكو، ليك ماكو وقف. الله يراويكم الموضوع. 10 دولار، 10 50. شوف 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 حلو بطل الظهر. يلا يا ولد، منه 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 عليهم. شفتوهم شفتوهم الدفانة، شفتوهم عمي شغال هاي النجيف، شغال ثوار. ها عجمير، ها سيارة العباس سحب السيارة راحن. شباب شاركوا لنا البيت يا ولد، شاركوا لنا البيت. خلي نشوف المحافظات ثوار النجف جاي يسوون. هذا ابو الناصريه حبيبي، لا حد يحكي على الناصريه، ترى احنا والناصريه دم واحد. طين خرب لنا، لك هذا الغاز جايبين لنا اياه جديد 2019. هلا والله ابو الدمير المؤمنين بعد روحي. ولد حادر ذول ابوي. شباب شاركوا لنا البيت. احنا الدفانه. اخ عمي شوف هذا، وعلي مو دفان ضيم، والامام علي. شباب شاركوا لنا البيت، رحم الله يديكم يا وليد. ويا هاي بشارع المدينه، هاي بشارع المدينه. كفو ابطال بعد قلبي. والله عم ابطال يا بعد روح حج عقيل خيري. ثوار النجف وعلي ضيم، مو ثوار وعلي. حيا الله الدفان عمي. اخو مصطفى سلماني كثير. داوي انا بعد روحي يا عمي، احنا نزل من نجف البيت يا ولد. الله عليكم. ها نوار بس طلع بالبيت، فصل البيت. بس طلع نوار فصل البيت. نوار بعد لا تجي للبيت، بس اجت للبيت فصل. روح نوارك واحدك واحد يقول شو يصير بالناصريه يصير بالنجف، واهل الناصريه ما يشتركهم بزبانه. شو تقول له بالله؟ احنا لو حبوب المشراع كيف لك العباس والعباس شراع، احنا اخوه. شايف الطير؟ الطير ما يقدر يطير بجناح واحد الا بجناحين، واحنا جناح الثاني للحبوبي. هاي وين بالنجف حبيبي؟ هاي ثوار النجف الدفانة، هاي دفانة أبطال النجف، زين من النجف ذوله. اي والعباس شوف بهذا الشارع اضطرينا احنا هيش لقينا ابو الاسوات وين واقف واضح صرنا ورقعنا جوا حق قرنا 10 نفرات فشحناهم وكل شيء. والله عاشتيك يا اصطفار. لك هاي هاي انقلبت السونة خربوا من ساعه. هذا خطيخ افتح للولد. هلا هلا شباب شاركوا لنا البث يا وليد. ابوي ما عليكم زود عمي منصورين ان شاء الله. بعد روحي سعد عبيد يا بعد روحي. روح للغار شوف 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 الدخان، شوف شوف الدخانات والعباس ضيم. شوف المسيح ضيم، شوف القمع في الليل. شوف شوف هاي دخان، هاي ما ادري دخان ما ادري غيم. فلفل حار، فلفل حار. شوف شوف شاهد احنا ببيتنا شو امي ما تطبخ لي فلفل حار، يعني من اشتري فلفل حار كنا اجي للتصعيد. شباب شاركوا لنا البيت، شاركوا لنا يا روحكم فدوه اخوتي.
شاركونا البث اخوتي. شاركونا البث يا بعد عمري. أنا الناصرية هاي بالحبوب إلى حبيبي بالنجف. بالنجف هاي. أبطال وعلي بعد روحي قاسم أبو محمد. وسام الكناني أحبكم وعلى أتمنى وياكم هسه بعد روحي وسام شلونك أخوي؟ شلون الصحة؟ وحق علي مشتاق لك وسام هذا التصعيد وعلي عاوز بجيتك وسام. وحق علي عاوز بس جيتك هاي زين من نجف وسام. شوف شوف شارع المدينة أخذناه طول وعرض باع. باعوا للاخير هذا شارع المدينه للنزله ماخذين احنا وشوف منا شوف وعلي كله ماخذينه شارع المدينه وسام من الناصريه قلوبنا وياكم بعد روحي اروح فدوى لاهل الناصريه شاكر علي ومن اهل النجف ومن ارض حذر علي الكرار من النجف تحيه للناصريه منصورين ابطال النجف الغياره بعد روحي حي الله الانصاري بعد روح الحبيب آمدين عددكم قليل يا عددنا قليل عمي تعال احسب تعال احسب ما تحسبهم والله ما تحسبهم غير هاي شارع ابو صغير ماخذينه طول وعروض شوف 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 الاعداد يقول لي ما بيكم اعداد شوف عمي شوف الاعداد شوف فين مو اعداد عاد قلب الشباب حي الله زلم النجف حي الله النجف وزلم النجف يا بعد روحي اروح لك فدوى اخوي حق عاد نطيح قدام اي محافظة تتأذى رغم القمع ورغم الجرحى طاحوا عندنا هسه بس ما يهمنا باقين ومستمرين والله لان هذا نهج الامام الحسين وظلنا على نهج الامام الحسين والله مرتضى العزاوي مدين الفتلاوي وعلي وعلي اتمنى وياكم بعد روح مدين شوف هذا عمره 6 سنين جاي يحرق وعلي دفان ضيم شوف شوف الاعداد عمي ما تنحسب الاعداد الله وكيلك ما تنحسب غير مو ثوار ضيم شوف القطوعات شوف الدنيا حسني شلونك؟ راح ناخذ من فايروس فايروس سيجار شباب 3300 والله هلا حجي شلونك بعد روحه علاوي ابويا شباب اهل النجف يلا عمي طلع لا تظلون قاتلين بالبيوت عمي طلعوا هذا جعفر لا مو جعفر انا تشغل انا ما تشغل خلاها جعفر ليش؟ هو احنا راح ناكلها اخويا خليها سكتر شباب شاركونا البث يا وليد من النجف تحية حب واحترام الى جميع ساحات التظاهر ولا محافظات الوسط والجنوب عم اهل الجنوب وعلي ضيم مو شباب عندهم شوف 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 بويا ضيم ضيم شوف هاي نغطي الجام مال السيارة عمو شنو ما تتأذى تخاف على المواطن ترى احنا طفوا الأضوية طفوا الأضوية شوف 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 طفوا الأضوية Thank you.
وكانت من المحافظه جاي يشوفون القميع وكاكين على ثوار النجف جاي ينقمعون. طفوا الكهرباء طفوها. ماكو شيء يا ولد ماكو شيء. ماكو شيء ماكو شيء يا عم. شينا شقينا. ماكو شيء. ابقى هنا ما يدفعون. رسالة القائد الشرطة هاي قوات قمعية مو قوات أمنية. شبيكم ودي النجف انتم زين ما طلعوا شبيكم والله النجف كلها طالعة حبيبي. يعني غفتوا شارع المدينة حبيبي شارع المدينة احنا طالعين طالب بكل حق واحد مو بس بحقوقنا. هاي جانا الاكل ويا الخبز الحار. هاي وين حبيبي بالنجف 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 ادعى شباب النجف هذا شباب النجف الأبطال منهم أهل الكوفة والأحياء جميع الأحياء أن يسعدون أخوتهم انضربنا اعتقالات سنادا لأخوتكم والشهداء بالناصرين ودعوة من أخوتكم المتظاهرين النجف الأشرف بعد روحي شوف طبوا الأسوات هاي بس وعلي ما يهزونه دولاك ولدنا واقفين بالقاطع الأول ماخذين القاطع الأول كله لهم خليهم ناصرية تنزف واحنا وين ناصرية ان شاء الله واحنا وين ناصرية قلبنا واحد على الناصرية والله قلبنا واحد شباب شاركوا البيت يا وليد رحم الله وديكم شاركوا البيت شنو كورونا احنا الثوار وين بالنجف حبيبي شارع المدينة شلون شرده وشرده يفشلون الغبر اي والله الغبر شرده ومنا وانتم شيوخ العشائر بث يريد وفصولات اي والله بث يريد وفصولات هاي فالحين بي الشيوخ هاي فالحين بي لا حظ ولا شفية ما أعرف مو موبايلي ما سيوف ما سيوف والله ما اعرف ولا صاحبي من الميلاد ابوي مع قلب الشباب شاركونا البيت عمي شو القضيه طلعوا شوفوا شلون حصلونا طفوا الكهرباء علينا ليش؟ ليش عمي تعالوا هنا بالتقاطع مال حنون بوي اهل النجف عمي صديق كذي بنايمين بالبيوت ليش هيك عمي ليش؟ صدق بالله لك عم وين راحت الغيره؟ يعني النجف تعدادها مليونين راح حكيت اعداد النجف مليانين يعني بس هذا بس هاي الشباب اللي بيهم الف شاب يردون حكوم شاب البقيه وين؟ وين؟ يعني ذول الشباب تعدادهم بالالف 2000 وانتو البقيه نايمين لك شنو السبب؟ ما تفهمون شنو؟ لك شنو انتو من بشار؟ بعد روحي وين بالنجف الاشرف ابطال؟ بعد قلبي بالنجف هاي شارع المدينه قد الحياة 3000 وشوية تعال ماني شغل
هذا حكي شوف انتم بالبيت ماكو له هنا وحقابة على مسقط النجف 3000 بالبيت وهنا ما بيهم حتى بالاليف ليش عمي؟ شو القضية يا عمي؟ 3000 بالبيت ولا واحد هنا بيضا المحافظات جاي صادق ايه هالك ها صادق لك تعال صادق زبع على وجهك تعال بعد روح شباب شاركونا البيت يا وليد هاي اهل النجف اهل النجف عنا ابطال والله ابطال النجف والله ابطال النجف عمي موت واردين وعقاب على اليوم على ابو الشغل قد ما خليك قدام بوي قد ما قد ما خلصوا اليوم اه قفلي شوف شوف ذولاك الشغل شوف ذولاك وياهم شوفهم عمي راح يجون شوفهم لولا يا مقاتل قحبه لا بينات وياكم من بغداد تقولوا بعد روح اروح فدوه لولا الثوار جوي دعم اجى دعم اللوجستي حي الله الثوار جوي لولا الثوار النجف اجانا دعم من المناطق